طبعا احنا في الترشيد في فصل الشتاء يختلف عليه فصل الصيف، الذروة الشتوية دائما اقل من الذروة الصيفية. احنا اذا كان يكون اذا كان عندنا عجز نتوقع يكون عجز بسيط، مش حيتجاوز ال 300 ميجا او حتى ال 400 ميجا. ممكن نرجع للطرح حتى مش كل يوم او يوم بعد يوم او ساعة واحدة فقط على المواطن. نتمنى من المواطن للترشيد في الإنارة الخارجية اللي هي موجودة بشكل كبير في المحال التجارية والاستهلاك الزايد اللي موجود، عملية التدفئة أنها تكون على أرقام متوسطة وعلى درجة حرارة قابلة لأنها تفصل. نعم. وزي ما أنا تكلمت معك، إذا كان وصلنا المواطن إنه هو شعر بأن في مشكلة حقيقية في الكهرباء، إذا كان هو شغل أي معدة ممكن يفصل معدة أخرى بديلة لها، نتأكد إن إحنا حنعبر جميعا وحننعبر بالكهرباء.